عطيه طالبه مغتربه، كنت بدرس في السودان. بشكر وزاره الهجره جدا ان هم رجعونا مصر. من حلو الطلبه من الطلبه اللي كانوا بيدرسوا في السودان والحمد لله رجعنا مصر. انا ليه سعيد، انا كنت مغتربه مصريين اللي موجودين في السودان والحمد لله رجعت مصر. انا الطالب احمد شندي، كنت في السودان ورجعت مصر الحمد لله. السلام عليكم، بجد والله من قلبنا احنا بنشكر وزارة الهجرة على انهم ساعدونا ان احنا نرجع بلدنا، وكمان بنشكر المسؤولين في المعبر على تعاملهم اللطيف معانا واستقبالهم لينا. ولا حد غيرنا في تفكيرها شايله في همومنا على خير.